أرجو أن نتجاوز بها مجرد القراءة والسرد لآياته وسوره رغم ما في ذلك من الأجر، فإن لك بكل حرف حسنة وبكل حسنة عشر أمثالها، وكرم الله متضاعف، وهذا شهر الجود والعطاء. وأن يقرأ أحدنا ما وسعه الوقت ليلا ونهارا، فيتم الجزء بعد الجزء والسورة عقب السورة، وربما ختم مرة وأنشأ ثانية وثالثة. وبعض الصالحين يقبل على القرآن فيختمه في رمضان مرات ومرات، ما شاء الله له أن يختم، رغم ما في ذلك من الأجر والحسنات والثواب المرتبط بكل حرف من القرآن، إلا أن لنا مطمعا في مزيد فضل وحيازة خير من بركات القرآن، تتجاوز القراءة المجردة وتتجاوز هذا السرد المتتابع إلى تأمل ما في تلك الكلمات والآيات من المعاني، وتأمل ما فيها من الحكم، والاستمتاع بما فيها من المواعظ. القرآن شفاء القلوب والصدور كما وصف الله، هو موعظة كما وصف الله، هو نور وهدى ورحمة كما وصف الله عز وجل. لكن المعاني تلك، النور والهدى والرحمة والذكرى والشفاء والموعظة، إنما تتحقق إذا أخذناها على هذا القصد. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما يعيش العبد معنى الآية إذا تلذذ بها وإذا تقلب في معانيها. هنا ستفهم معي أيضاً لما قضى نبينا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مع آية واحدة فقط من كتاب الله، رددها حتى أصبح صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عود القارئ للآية وقد فهمها وتأمل معناها، فاهتز لها قلبه وانتفض لها فؤاده وخشعت لها جوارحه وطاب العيش معها، العود مرة أخرى إليها يزيدها متعة في القلب واستمتاعا بما فيها من المعنى. وكلما زاد في تدبره وتأمله ومعايشته لمعنى ما يقرأ، زاد من فضل الله فيما يفتح له من المعاني ويكشف له أيضا من الأسرار والحكم. هو كتاب الله يحتاج منا أن نقبل عليه لتفتح لنا أبوابه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الشأن ليس في عجز القرآن أو إمكان تأثيره، الشأن في القلوب أن تفتح أو تغلق، فتفيد من القرآن أو تحرم. أجارنا وأجاركم الله.